وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا أنا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى
ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا وما وجدنا لأكثرهم من عهد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Untuk makluman para hadirin dan penonton sekalian, qariah yang baru sahaja mempersembahkan bacaannya itu sebentar tadi ialah saudari Nur Hanani binti Ayub, peserta yang mewakili negeri Pahang Darul Makmur. Para hadirin yang dihormati sekalian, dalam 25 kisah Rasul, ada satu kisah kaum yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.